الرحمن الرحيم، عظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الذكرى الأليمة والفاجعة العظيمة على قلوب المؤمنين والمؤمنات، ذكرى العروج الملكوتي للرحمة الإلهية التي حملتنا وجمعتنا بعد أن كنا فرقاء قددا يتخطفنا الحكام الظالمين والنواصب وأتباعهم من البحثيين من كل حدب وصوب، ذكرى عروج الهداية التي أنقذتنا من براثن الظلمات إلى فسحات النور المحمدي الأصيل. إنها ذكرى ولينا ومرجعنا وقائدنا السيد الشهيد الصدر محمد صادق الصدر ونجليه الطاهرين. محمد صادق الصدر كان إباء مثالا للإباء المحمدي والصمود العلوي الحيدري في ذلك الزمن الأسود. محمد الصدر نزل إلى الساحة كجده الإمام الحسين مقتديا به، لا يحمل معه شيء سوى عصا يتكئ عليها وقطعة قماش أبيض ناصح كقلبه. ذلك الكفن الذي وضعه على كتفيه أصبح خارطة يسير عليها الآلاف من الرجال والنساء من الثوار. محمد صادق الصدر الذي أمطر دروب عشاق الإمام الحسين هالات من النور المتوهج في الليالي الحالكة، ونحن نعيش هذه الذكرى الأليمة. أسأل الله لي ولكم أخواني أن نكون من المطبقين والمناصرين لنهج محمد صادق الصدر الذي خطه لنا بيده وبدمه الطاهر، وأن نكون كما أرادنا السيد القائد مقتدى الصدر من المناصرين للإمام المهدي والمتوسلين بالله لتعجيل فرج صاحب العصر والزمان. ونحن في هذه الأيام أن نكون من خير أتباع لخير مرجع. وآخر دعوانا نسأل الله أن يعجل ظهور وقيام صاحب العصر والزمان. فسلام عليك سيدي أبا المصطفى يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا للقاء ربك، ولعن الله قاتليك من الأولين والآخرين، ولعن الله من قتلك بالأيدي والألسن. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم.